ولنقاش ملف معاناة ذوي المعتقلين أثناء زيارتهم لأقاربهم في السجون الحكومية، ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الألمانية برلين الناشط الحقوقي علي القيسي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، بارك الله بكم. أستاذ علي، ما حجم الصعوبات التي يواجهها ذوي المعتقلين في زياراتهم للسجون، وإلى أي مدى هي مهينة للإنسانية بعد ما شاهدناه من صور في الساعات الماضية؟ لا شك أن ستظل سجون العراق تحكي قصص لا تنتهي، قاسية ومؤلمة، يعيشها المكون السني خاصة، ويدفع فاتورتها الظالمة من شبابه من حياتهم. والظلم هذا الآن يمتد إلى عوائل المعتقلين. هذا الأمر يعني قد يعتقد الكثير بأنه يعني ينتج نتيجة إهمال أو تصرف فردي أو غيره. هذا عمل ممنهج تقوم به الحكومة وميليشياتها وأحزابها، القصد منها النيل من كرامة الإنسان العراقي الذي يرفض هذا الظلم. أبناء العراق المعتقلين وخاصة من المكون السني 99% منهم أبرياء، وتم اعتقالهم بناء على وشايات كاذبة. هؤلاء القتلة والمجرمين والحاقدين لا يكتفون بعمليات تعذيب المعتقلين وقتل، يعني كل يوم لا يمر يوم إلا ويقتل عدد منهم في السجون، سواء في سجون سرية أو سجون معلنة، لكنهم الآن للأسف يتعمدون إذلال أهالي المعتقلين وذويهم. والمشهد الذي شاهدناه يمثل وصمة عار في جبين هذه الحكومة ورئاساتها الثلاثة بالتحديد، والعار يمتد إلى الدول التي تمد يدها لهذه الحكومة وتدعمها من دول عربية، نسيت أن هذا العراق بلد عربي وبلد مسلم وبلد جار، ويستحق أبناءه على الأقل الوقوف معهم في هذا المجال، في مجال حقوق الإنسان. إنسانيا وصحيا أيضا، في ظل تفشي وباء كورونا، كيف يمكن تفسير هذا التجمع لأعداد كبيرة من الأهالي في محيط سجن التاجي لانتظار الدخول لرؤية ذويهم؟ سيدتي، يعني هؤلاء ليس باليد حيلة، هؤلاء يعني ناس، يعني الكل من هؤلاء حين نتصل بهم يقولون نحن نذهب للتأكد من أن لا زال أبنائنا، هل لا زالوا على قيد الحياة أم لا. فهؤلاء تناسوا يعني الخطر كورونا وخيطر هذا الوباء، وانتقلوا إلى خطر أكبر، هو الخطر اللي يعانوه أبنائهم بأنفسهم في ظل الوباء، التي يخاطرون في أنفسهم، يعني مجبرين. لا يوجد إنسان يعني لا يستطيع أن يحط نفسه بهذا الموقف. هؤلاء يعني قلوبهم مكلومة، لأنه يريدون يتأكدون، يعني أصبحت المسألة حياة أو موت. المواجهة ليست عمل رفاهي كما كان يحدث أو كما يحدث في كل سجون العالم. المواجهة في العراق هي التأكد من أن المعتقل حي أو ميت، ولذلك معاناتهم كبيرة ويخاطرون هذه المخاطرة. أنا أقول لمن يدعي هؤلاء، يعني هذه ألا توجد يعني ذرة من الشرف والغيرة والشيمة على هؤلاء النساء المكلومات المنكوبات؟ ألا توجد يعني شيء يستطيعون فعله؟ ويبقى المسبب الأساسي لكل ما يحدث الآن في السجون هو تماهي ومكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وللأسف اللجنة الدولية للصليب الأحمر اللي شوهت سمعتها بما يجري في العراق. أيضا هناك ممثلي المحافظات المنكوبة، والذين أغلب المعتقلين هناك من هذه المحافظات، أين دور هؤلاء النواب من المشاهد المؤلمة التي شاهدناها في سجن التاجي؟ سيدتي، هؤلاء يعني ثبت على مر الانتخابات من يدعون تمثيل هذه المحافظات هم عبارة عن شهود زور، وشهود زور تستخدمهم الميليشيات والأحزاب التابعة لإيران، تستخدمهم هؤلاء استخدام لأجل تقول أن أمام العالم وأمام الجهات الأخرى بأن هذه الانتخابات تمثل.
فلان وتمثل الجهة الفلانية، مع التأكيد على أن لا يوجد مسؤول عراقي في الحكومة في كل يمثل أي مكون من مكونات الشعب العراقي، وخصوصا المكون الشيعي. هذا أمر أصبح مفروغ منه. هؤلاء الأحزاب والحكومات والميليشيات مجموعة من قتلة وسراق ولصوص ومنتهكي لحقوق الإنسان لا يمثلون إلا أنفسهم. أما من يدعي تمثيلهم هؤلاء من المحافظات ما يسمى بالسنية، فأصبح الأمر يعني عار عليهم ومعيب عليهم، عليهم أن يتحركوا ويفعلوا شيء. يعني كيف يرضى الإنسان أن أمه وأخته تبات بهذه الظروف قرب سياج تفترش الأرض وتلتحف السماء بهذه الظروف؟ إلى أي مدى يمكن اعتبار ما شاهدناه حرمانا للمعتقلين من حقوقهم الأساسية وعقاب جماعي لهم ولذويهم خارج السجن بعد ما شاهدناه؟ سيدتي، الإفلات من العقاب وانهيار منظومة القضاء يعني هو اللي شجع الميليشيات ومن يدير هذه السجون الذي أصبحت مصدر ثراء وتجارة لهم، هو الذي شجعهم على هذا الأمر. لو كان هناك قضاء أو لو كان هناك يعني منظومة تنهي الإفلات من العقاب لما حدث ما حدث لهؤلاء. المعتقل العراقي لا يجد أبسط حقوق، أبسط حقوقه، لا يجد محامي دافع عنه، لا يجد طعام يأكله، لا يجد من يسمع من عائلته، ويتعرض أهله وعائلته للابتزاز. كيف تفسر المماطلة في الإفراج عن المعتقلين الذين صدر بحقهم قرار أو حكم البراءة؟ لماذا لم يتم الإفراج عنهم؟ بغض النظر، هؤلاء تم اعتقالهم بناء على وشيات كاذبة، فإذا صدر هم أساسا هؤلاء مستهدفين بالقتل والتغييب لأسباب طائفية ولأسباب أحقاد دفينة ولأسباب تغيير ديموغرافي وعملية ترهيب وتهجير، فهؤلاء أكيد لا يهمهم المماطلة في هذا الأمر، لأنه لا يوجد قضاء ولا منظومة محاسبة. منظومة القضاء والقيم منهارة في العراق الآن. جزيلا لكم الناشط الحقوقي علي القيسي، حدثنا عبر خدمة سكايب من برلين.